أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أرجو من فضيلتكم توضيح حديث تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني إذا مدحه الناس ما أراد المدح ولا يريد المدح، لكن الناس ما مدحوا فلا يكره هذا، لأنه من عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللي تطلع المدح الناس ويريد مدح الناس هذا هو الرياء. نعم.